تتواصل حملة فزعتكم فرحة لهم التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية للمساعدة في سداد ديون الغارمين، وذلك بالتعاون مع وزارتي الإعلام والعدل. وتستمر الحملة لغاية مساء يوم الخميس المقبل، وتستهدف الحملة سداد ديون العديد من الفئات المستحقة للمساعدة كالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء، شريطة أن تكون كافة الأحكام متعلقة بالقضايا المدنية، على أن تتم تلك المساعدات بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة. وللمزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام حول هذا الموضوع، معنا عبر الهاتف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة الأستاذ عبد العزيز ساري المطيري. أستاذ عبد العزيز، بعد التحية، إلى أين وصلت حصيلة الحملة حتى الآن، وإلى متى سوف تستمر هذه الحملة؟ تفضل. حياك الله أستاذ، وتقبل طاعتكم وطاعة المشاهدين الكرام. تتقدم وزارة الشؤون بالشكر والثناء على جهود وزارة الإعلام في تغطية الحملة. طبعا تأتي حملة فزعتكم فرحة لهم بدعم قيادة إنسانية من أرض طيبة وشعب كريم، وتفاعل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين ليس غريب. ودولة الكويت وهي بلد الإنسانية، انطلقت هذه الفزعة للغارمين والغارمات الكويتيين، وبتوجيهات من معالي وزير الشؤون المهندسة مي البغلي، واستمرارا لجهود الوزارة وحرصها على توجيه أعمال الخير وتوطينها بالداخل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر. طبعا انطلقت الحملة مساء أمس، وهي حملة وطنية للغارمين تحت شعار فزعتكم فرحة لهم، والتي تهدف من خلالها الوزارة في مساعدة الغارمين في سداد ديونهم المثبته باحكام قضائيه نهائيه من عده فئات مثل كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصه لتفريج كربتهم بالتنسيق مع وزاره العدل ووزاره الاعلام. نعم استاذ عبد العزيز، في مثل هذه الحملات ما هي الاجراءات القانونيه التي تتبعها الوزاره خاصه لتحقيق الهدف من هذه الحمله؟ طبعا احنا نطمن المتبرعين جميعا. الاجراءات احنا نتكلم عن اجراءات بين جهات حكوميه وهي وزاره الشؤون ووزاره العدل المتمثله في اداره التنفيذ، واداره التنفيذ هي الاداره او الجهه المعنيه في حصر الغارمين بناء على احكام قضائيه. التنسيق جاري بين الوزاره وبين اداره التنفيذ لتحديد الفئات والاولويات. وإذا تسمح لي أستاذ. نعم تفضل. طبعا احنا يعني خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ إجمالي التبرعات حتى الساعة 8,400,000 من تقريبا 35,000 متبرع. تم اليوم تحصيل تبرع سخي للأمانة من بيت التمويل الكويتي بمبلغ 7 ملايين دينار، وهو التبرع الثاني لهم خلال شهرين بعد تبرعهم للمتضرر زلزال تركيا وسوريا بمبلغ 6 ملايين. كذلك يأتي تبرع غرفة وصناعة الكويت مبلغ 300,000 دينار، وهو طبعا تأكيدا بأن شركات ومؤسسات القطاع الخاص لن تتأخر في المساهمة بهذه الحملة والنهوض بمسؤولياتها المجتمعية. نعم، كل الشكر والتقدير لك أستاذ عبد العزيز ساري المطيري، ولوزارة الشؤون الاجتماعية وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة الأستاذ عبد العزيز ساري المطيري، شكرا جزيلا لك على هذا التواصل.